السلام عليكم أيتها الرائعات، معكم أميمة على قناة وصفتنا سمال للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم عزيزتي، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. وصفتنا لهذا اليوم فهي وصفة رائعة جدا لتطويل الشعر بالبقدونس. سأريكم الطريقة الصحيحة وأشرح لكم في هذه الوصف في هذا الفيديو الوصفة الصحيحة والطريقة بالتفصيل لاستخدام البقدونس لإطالة الشعر وأيضا منع التساقط وتكثيفه في مدة قصيرة جدا. ستحتاجين كمقدار من البقدونس كمية من البقدونس تقومين باستخدامها في هذه الوصفة، فهو رائع جدا لإطالة والتكثيف ومنع التساقط. أما المكون الثاني فأنا أعتبره من المكونات السحرية لإطالة الشعر، وهو جل الألوفيرا أو الصبار. فجل الألوفيرا على وجه الخصوص فهو يعمل على ترطيب الشعر المتجعد والخشن، بالإضافة إلى أنه فعال لإطالة الشعر وتكثيفه بسرعة. ستحتاجين كمقدار من جل الألوفيرا أو الصبار في هذه الوصفة إلى 2 معالق كبيرة من جل الألوفيرا أو الصبار. أما باقي المكونات فهي عبارة عن زيوت، وهو زيت الغليسرين. فزيت الغليسرين مرطب وملين للشعر المتجعد والخشن، بالإضافة إلى أنه فعال جدا جدا لإطالة الشعر وكذلك منع التساقط وإنبات فراغات الشعر. زيت الغليسرين يعطي لمعان وحيوية وقوة لبصيلات الشعر، ولهذا فهو جد فعال في هذه الوصفة. ستحتاجين كمقدار من زيت الغليسرين في هذه الوصفة إلى 2 معالق كبيرة من زيت الغليسرين. أما الزيت الثاني فهو زيت شجرة الشاي، فهو من الزيوت الرائعة جدا والفعالة لإطالة الشعر وتكثيفه ومنع التساقط. زيت شجرة الشاي أيضا يقوي جدا جدا بصيلات الشعر ويحفزها على النمو بشكل جيد، وأيضا يقضي تماما على مشكل قشرة الشعر. إذا كنت تعانين منها فهذه الوصفة جد مفيدة وفعالة لك للقضاء تماما على قشرة الشعر. ستحتاجين كمقدار من زيت شجرة الشاي في هذه الوصفة لتطويل الشعر بسرعة إلى ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي. بعد التعرف عزيزتي على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بإطالة الشعر ومنع التساقط وتكثيفه بسرعة وترطيبه والتخلص تماما من الشعر المتجاعد والخشن، نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفتنا سمان فالمرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك في هذا الفيديو، أكون شاكرة لك أختي الكريمة كثيرا. بالنسبة لطريقة تحضير الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة. في إناء مناسب تضعين فيه 2 أكواب من الماء وتضعين البقدونس على نار هادئة جدا. تضعين هذا الإناء وتتركينه حتى يصل إلى درجة الغليان. بعد ذلك تقومين بوضع الكل أي أوراق البقدونس كذلك في الخلاط الكهربائي، وتضعين جل الألوفيرا أو الصبار وأيضا زيت الغليسرين وزيت شجرة الشاي. تقومين بخلط الكل جيدا باستخدام الخلاط الكهربائي حتى تتجانس كل هذه العناصر، وبعد ذلك يمكنك استخدام الوصفة للتطويل والتكثيف وإعطاء لمعان وليونة وترطيب للشعر المتجعد والخشن. أما فيما يخص بطريقة استخدام الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة. تقومين بتطبيقها على الشعر بالكامل من الجذور إلى الأطراف وتتركينها لمدة 4 ساعات، أو يمكنك الاكتفاء بساعتين فقط، وتكررين الوصفة مرتين في الأسبوع، فهي كافية ورائعة جدا وفعالة لإطالة الشعر وتكثيفه ومنع التساقط. هذه الوصفة كذلك صالحة للرجال لإنبات فراغات الشعر والتخلص نهائيا من مشكل تساقط الشعر وتكثيفه وإطالته.
يمكن للفتيات كذلك اللواتي لديهن سن أكبر من 10 سنوات فيمكنهم استخدام هذه الوصفة لإطالة الشعر وتكثيفه ومنع التساقط. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم، شكرا عزيزتي على المتابعة وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله.